السلام عليكم، إعدادي هندسة. بص، هتاخد مواد ايه؟ تستعد ليها ازاي؟ اخد كورسات ايه؟ اعمل ايه قبل ما اخش إعدادي هندسة؟ طمني، ايه الدنيا في إعدادي هندسة؟ بص، مبدئيا كده انا كان عندي نفس الرعب اللي عندك ده، وخايف بقى وبقول إعدادي هندسة دي صعبة قوي ويخش مع وحوش والدنيا صعبة ومش عارف ايه. بص مبدئيا كده اطمن، ما تقلقش، إعدادي هندسة دي مش صعبة، يعني دي اكتر صورة معبرة ممكن تشوفها عن اعدادي هندسة. هتحس انك تايه ومش عارف مين بيمشي فين واعمل ايه، طب واذاكر منين واخد كورسات ايه، طيب ولا ما اخدش كورسات، ومعيد ده بيدي كورسات ومعيد ده بيديش كورسات. بص مبدئيا كده فكك فكك تماما تماما حوار الكورسات ده، انت مش طالب فاشل يعني عشان تاخد كورسات. بصراحة انا اي حد بياخد كورسات بيبقى طالب فاشل بالنسبة لي، وهي موضوع بيزنس، ما تاخدش كورسات، انت هتقدر تنجح لوحدك بسهوله جدا. يعني حكايه النجاح دي سهله قوي، هو صعب قوي انك تجيب مجموعه، دي صعبه فعلا، يعني انك تجيب امتياز او كده دي صعبه، مش حاجه سهله. طب اظن كده طمنتك، يعني الموضوع مش صعب، ما تقلقش وهتنجح وهتجيب مجموعه كمان. بس هي اعداد هندسه دي مهمه عشان ايه؟ بتحدد القسم بتاعك، لو انت في عين شمس او في القاهره فالموضوع بيبقى صعب شويه. طيب اجهز نفسي ازاي بقى قبل ما اخش اعدادي هندسه؟ اخد كورسات ايه؟ اظبط نفسي ازاي؟ مش عارف ايه. انتخ، بص انتخ، ما تعملش اي حاجه، مش مطلوب منك اي حاجه دلوقتي، ما تقلش على نفسك في اي كورسات في اي حاجه. يعني بص، كفايه اللي انت عديت بيه في ثانويه عامه، يعني ربنا وفقك الحمد لله، فريح نفسك، اتعود انت وقت الشغل تشتغل، وقت الراحه ترتاح، ما تحاولش تضغط على نفسك. طب لا، انت مصر قوي ولازم اخد كورسات، هاخد كورسات. اكتر حاجتين هيفيدوك هو ان انت تاخد كورس سي بلس بلس في باشمهندس معادل النسيم. كان كورس سي بلس بلس ده انا خدته، كان ده حاجه غلط يعني، بس لما دخلت اعداد هندسه لقيت نفسي ايه، مخلص ماده السي بلس بلس قبل ما اخشها، فكان مريحاني يعني، فقلت خلاص هم اسبوعين ولا حاجه اللي هتذاكر الكورس ده كله فيهم يعني. ماشي، دي اول حاجه، لان في ناس كتير ما بتبقى البروجرامنج كده بيبقى بالنسبه لهم فيه مشكله شويه. تاني حاجه بقى فيها مشكله برده في الطلبه، الرسم الهندسي، يعني ساعات الرسم الهندسي بيقف مع طلبه، الحمد لله الاثنين ما كانواش واقفين معايا، بس في طلبه كتير كتير قوي بيبقى الاثنين دول مشكله بالنسبه لهم. في ناس بيبقى بالنسبه لهم ميزه مش مشكله خالص. يعني بالنسبه لي الرسم الهندسي ده كان ماده بجيب فيها سكور، بتزود السكور بتاعي مش بتقلل. فاكتر حاجتين ممكن تشوفها ان انت ممكن تشوف الدنيا فيهم قبل ما تخش هي السي بلس بلس، لانك ممكن يكون عندك مشكله فيها وانت ما بتعرفش. شوف كده بكورس عادل نسيم ده كان كويس جدا، هسيبه لك، ومش كله على فكره، لحد فيديو 23 تقريبا. الرسم الهندسي هتلاقي حاجات كتير، ما دورتش بصراحه، انا دخلت الدراسه لقيت نفسي برسم يعني ببساطه، واحد ما كانش كان الدكتور بيشرح انا برسم، ما بمشيش ورا المعيد حتى، موضوع حلو يعني، وكان وانت ماسك المسطره تي كده متعب بصراحه. طيب النقطه الثالثه، ناخد مواد ايه في اعداد هندسه؟ بص اعداد هندسه المواد اللي فيها مش تقيله، ما تخافش يعني، انت بس هتبقى تايه، فمش عايزك تقوم خايف يعني، عايز اشيل احساس الرعب ده من جواك، لان انا كنت خايف زيك. فلو انت خايف شويه او قلقان ومش عارف ايه الدنيا واجهز نفسي ازاي مش عارف ايه، لا الموضوع بسيط يعني، تيكت ايزي يعني، هتحس ان انت زي ثانويه عامه يعني، مفيش فرق كبير، حتى الكورسات اللي موجوده هتبقى كلها من كورسات شبه ثانويه عامه. طيب دي المواد اللي انت هتاخدها في اعدادي هندسه. خلينا نخش على كتاب كده، هو كتاب الاستاتكس. الاستاتكس هتاخد فيها الفيكتورز، ان يعني ايه فيكتور بقى، وماجنتيود ودايركشن بتاع الفيكتور وحاجات زي كده، اللي هو كان اول كام درس في الهندسه الفراغيه تقريبا وانت في ثانويه عامه، نفس الموضوع بالظبط بالظبط هو. وهتاخد مومنتوم، حاجه بقى اللي هو العزم تقريبا، كان اسمه عزم اهو. وهتاخد الاتزان، وهتاخد حاجه اسمها تراسيس. تراسيس دي بقى شفت المباني اللي معموله، بقى في مباني بتبقى حديد وخرسانه، المباني الحديد هي دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها، والهياكل زي الكباري وحاجات زي كده، ماده مش كانتش تقيله. بص اهي حاجات زي كده، شايف زي الصور دي، شايف الصور دي، حاجات زي كده، موضوع بسيط ما تقلقش يعني. تاخد تنشن بقى وكمبريشن، اهو ده مثلا صوره مثلا زي جسر او حاجه، بس دي الاستاتكس. الفيزيكس هتتقسم عندك لاربع حاجات، ماتيريال بقى بيديك قوانين الماتيريال، الكاينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي وايه تاني، والورك، حاجات شويه شبه ثانويه عامه قوي، فما كانش فيها حاجه تقيله يعني. بص الموضوع فيها كان بسيط وكان حفظ شويه، لا هتستغربوا صح ان هندسه فيها حفظ كتير. معاك قسم تاني اسمه اوبتكس، دي كانت حاجات ضوئيه بقى، انكسار الضوء وانعكاسه، يعني ماده كانت معظمها حفظ، كانت حفظ، كان حفظ جامد كمان.
بصراحة إعدادي هندسة هتلاقي فيها الحفظ أكتر من إن أنت تكون بتطبق عملي ويكون في قوانين وبتمشي عليها وبتطلع نواتج وحاجات زي كده. هتختلف من جامعة لجامعة كمان. بعد كده بقى الإلكتريستي هتاخد بقى إن إيه الإلكترون بيتصرف إزاي لو في إلكترون جنبه والتنافر وحاجات زي كده. هتاخد بقى الإلكتريك فيلد والإلكتريك فورس الإلكتريك فيلد لاينز. هتاخد بقى أشكال بقى اللاينز بتاعت الإلكتريك فيلد. هتاخد الإلكتريك فلوكس والجازس لو. ما في جاب جازس لو هنا مش عارف صراحة مش فاكر. كان برضو معظمها حفظ بس كان فيها تطبيق مسائل أكتر شوية يعني من الأوبتكس. بعد كده ده الشيت بتاعها. الهيت دي كانت حلوة، كانت انتقال الحرارة بقى وفي قوانين كده جديدة شوية. دي كانت مادة شبه جديدة خالص عليك يعني مش زي ثانوية عامة خالص، تحس انت الموضوع جديد بالنسبة لك. تاخد داينامكس يوريم وتاخد ال هيت اند ماتيريال شابتر 2. كان في تشينج اوف ستيت، انك تحول مادة من مادة لصورة لصورة. هتتحول معاك المادة دي اللي هي دي السيرمو داينامكس في اولى هندسة. سيرمو داينامكس هتلاقيها عندي على القناة جامدة بصراحة، كان شرح حلو. وفي التطبيق ده جميل بجد، حاجة ممتازة يعني انك ممكن تخلي الكهرباء تخلي سطح بارد وسطح تاني سخن. يعني ممكن تستخدمه مثلا ايه بروسيسور بتاع اللابتوب، بروسيسور بتاع التليفون، بروسيسور بتاع اي حاجة، تخلي مثلا سطح هنا بارد والسطح التاني سخن مثلا بعيد عن البروسيسور وحاجات زي كده عشان نحميه وكارت الشاشة وكده. فكان فيها حاجات استخدامات كتيرة قوي يعني. ده استخدام ده من دماغي انا، مش ما كانش كان الابلكيشن ده مش موجود هنا يعني في الكتاب، بس هو كان بيشرح لك الفكره بس بتاعت التجربه وكده. ماشي. تاخد بقى ماس 1 تيل صراحه شويه يعني، كان يعني عارف الافكار الصعبه اللي في ثانويه عامه هي هتلاقيها هنا. هي الافكار انتجريشن صعبه شويه. تاخد بقى الماتريكس، واول حاجه هتبدا بالماتريكس وبعد كده تاخد بقى ايه ازاي تفكهم والحاجات البسيطة قوي دي، وتفضل بقى ايه تتعمق شوية شوية كده. ما كانش صعب قوي بس كان يعني كان ليه حاجات جديدة فيعني هتذاكرها يعني بموضوع بسيط ما تقلقش. الانتجريشن بتاعته كان الدكتورة كانت متقلة علينا قوي قوي اسمها دكتورة أماني لو جيت حلوة انا تعرف بس فكان حلو يعني وانت ما تقلقش يعني، انت كده كان الماس اصلا انت قوي فيه فمفيهاش اي عيب. ده الشيت بتاعه. تاخد بعد كده الانجليش بس متقلقش خالص، انجليش كان بسيط قوي قوي قوي، ما عملناش حاجه بالكتاب بس انا اشتريته وخلاص ما كانش ليه لازمه خالص. تاخد كيمستري ما بحبهاش خالص خالص، مع اني قافلها في ثانويه عامه والله بس ما بحبهاش خالص. حفظ 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 حاجه بشعه. في اعدادي هندسه هتحس ان هي فيها شويه مش حفظ كده، وبيحاول يخلي لك مسائل وحاجات زي كده شبه مسائل قبل العضوية. فاكرين قبل حاجة قبل العضوية دي كان في مسائل كده شبهها شوية بس. فالتوتال الأول يعني كانت لذيذة بس كانت حفظ جامد وأنا بحبهاش، أنا بحبش كيمستري. ده الشيت بتاعها. البرودكشن البرودكشن كان حفظ شويتين شويتين تلاتة أربعة، كان حفظ جامد قوي وأنت مع الأسف هتفضل سايبه لحد آخر السنة يعني. أنت البرودكشن ده مشكلته انه حفظ جامد، وانت لو بتحبش الحفظ هتفضل ايه ركنه 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 لحد ما تقوم ايه جاي عامل ورق زي كده تبدا بقى انك تذاكر منه. بس ده الورق بتعمله فيعني في اللذيذ بس اقلق إيه منه شويه يعني. البرودكشن ده كان ناس هتحب الميكانيكا هياخدوه اكتر بس انا ما كنتش بحبه. بس دي المواد اللي هتاخدها في اعدادي هندسه، وفي حاجات تانية بس مش معايا الكتب بتاعتها يعني. توتال قول الموضوع لذيذ، والمواد اللي انت بتاخدها في ثانويه عامه شبهها الى حد كبير جدا يعني. انت لو مذاكر ثانويه عامه كويس وكده خلاص انت اعدادي هندسه بالنسبه لك مخلص 40% منها 60 كمان 60% منها. فنفس الموضوع بالظبط، نفس الماس اللي بتاخده هتاخد ماس، هيبقى ماس 1 هتاخد انتجريشن وهتاخد ديفرنشيشن. انت بتطلع بقى اولى هندسه يبدا بقى ايه يديك ماس 2 ويتك عليك سنه ويديك ماس 3 بعدها في الترم الثاني. الكتب دي على ترمين، الكتب دي مش ترم واحد يعني ما تقلقش. وبعدين كمان الميزه فيها ان انت المواد اللي في اعدادي هندسه مش هيبقى محتاجها قوي في اولى، فانت بتذاكرهم بس للسنه دي. في مواد هتبقى محتاجه زي الماس مثلا الديفرنشيشن والانتجريشن، ده كده محتاجه طول عمرك فاهمني. في حاجات كده هتبقى مطلوبه انت تعرفها ما تقلقش يعني، بس مواد الحفظ كلها مش تحتاجها فدي ميزه.
حاجه حلوه جدا ان انت تجيب مجموع في اعدادي هندسه عشان تبقى حاطط رجل على رجل كده وانت بتختار القسم اللي انت عايزه. فبالتوفيق وربنا يعينك على هندسه. السلام عليكم.